حطوا علينا خلي حزام ظهر اللي يرجده خلي من صبح تضرب حميده خلي حزام ظهر اللي يرجده خلي من صبح تضرب حميده. زين شوف لما المقاومه كانت قيمتها ألف منحنى التيار ايش بيه سميه واسع وعريض او واسع ومسطح. لما المقاومة كانت صغيرة صار حاد وضيق، تمام؟ اذا لما المقاومة كبيرة كان واسع وعريض، لما المقاومة صغيرة كان شكل التيار حاد وضيق، تمام؟ تبي يهمني ثالث نقطة شكل المنحني. لما المقاومة كبيرة منحني التيار راح يكون واسع ومسطح، تمام؟ لما المقاومة صغيرة منحني التيار راح يكون حاد وضيق، تمام؟